وخلال الفترة المسائية شهدت مراكز الاقتراع في محافظات المملكة الأربع إقبالا كثيفا من الناخبين، وذلك للمشاركة في هذه العملية الانتخابية في العرس الديمقراطي الذي تحتفي فيه مملكة البحرين. مشاركة ديمقراطية وطنية وجدت من أجل مستقبل يرسم طريق نجاحه وتطوره، ويدرك حقا قيمة القول وما تتبعها من أفعال هادفة في تبني أي قرار سياسي أو ما يليق بالمشاريع الحكومية. من محافظات المملكة الأربع وعبر دوائرها الانتخابية أصوات وطنية عديدة من كتل انتخابية كبيرة يعبر عنها بلغة الأرقام لتصف بذلك المشهد الانتخابي بالصوت والصورة ومدى إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع. والله يمثل لي هذا اليوم نقطة تاريخية في تاريخ البحرين، لأن الشعب كله اجتمع على أن يختار من اللي هو يمثلهم في مجلس النواب. شفت يعني الحمد لله العملية سايرة على أحسن ما يمكن، في تنظيم، في ناس يعني أول ما تيجي يستلمونك يودونك شلون يعني تختار الذي يعطونك الورقة ويقول لك أنت اللي اختار بدون ما حد يتدخل ولا بدون أي شيء، يعني مجرد أن احنا نيجي ونحط علامة بدون ما حد يتدخل، والحمد لله العملية صارت من أحسن ما يمكن. يعني سعيد جدا بالمشاركة اليوم في الإدلاء بصوتي للانتخابات النيابية، واعتبر أن هذه نقلة نوعية من النقلات التي هي منبثقة من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، والتغيير يعتبر إحدى دعائم المشروع الإصلاحي الذي يتسم بالتنوع وبالديمقراطية وبتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين البحرينيين. اليوم أنا جيت وصوت، وأنا أنصح كل اللي ما جاي يصوت يصوت. ما شاء الله الموظفين قدموا لنا تسهيلات، ويعني وهاي مثل ما نقول عرس البحرين يعني، وإن شاء الله خير، نتأمل خير يعني. أنا توني صغير 20 سنة، وهاي تعتبر أول مرة لي كمواطن يقدر يصوت في الانتخابات. وعي الناخب وفهمه ماهية الصفات الواجب توافرها في المترشح النيابي إلى جانب قراءته الشاملة حول برنامجه الانتخابي أمر عول عليه الإقبال الكثيف من الناخبين في المحافظات الأربع، ليكون بذلك ترجمة لإدراك الناخب حول أهميته في المشاركة الانتخابية. يبقى الناخب هو الرقم المؤثر والعنصر الفاعل في معادلة لا تقبل الخروج إلا بنتيجة، في منافسة يظفر فيها المترشح صاحب أعلى عدد من الأصوات. من محافظة العاصمة إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.